أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل يجوز التطوع بالصيام كصيام عاشوراء ونحوها قبل صيام القضاء من رمضان إن كان على الإنسان قضاء؟ إيه نعم، لا بأس، لا بأس إن الإنسان يصوم يوم عاشوراء ولو كان عليه قضاء من رمضان، إنما في الست من شوال بعض العلماء يقول إنه لا يصومها حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فقوله صام رمضان، فالذي عليه قضاء ما بعد صام رمضان، فلا بد يقضي أولا ثم يصوم الست. أما بقية صوم التطوع فإن له أن يتطوع ولو كان عليه قضاء من رمضان، نعم، لأن القضاء موسع، نعم.